اليوم بنبدأ حلقة ساعة شباب بجرعتنا الفنية مع لوحة اليوم الموجودة معنا بالاستوديو، اللي حابين نوجه تحية كبيرة للفنانة التشكيلية بيان باربود من الطايف لحرصها أن هذه اللوحة توصلنا اليوم وتشاركنا فيها فقرتنا الفنية وجرعتنا الفنية لليوم. تفاصيل اللوحة الموجودة معنا بالاستوديو صراحة من أجمل اللوح اللي شفتها إلى الآن في هذه الفقرة. مقاس اللوحة متر في 70، ومثل ما هو واضح استخدمت فيها بودرة وأقلام الفحم وألوان الباستل وورق البريستول الناعم. تعتبر الفنانة هذه الرسمة عن أو تعبر هذه الرسمة عن فترة تصيب الإنسان وهي فترة الانعزال. شايفين كيف الممثلة الشخص حاطت إيده على وجهها وهي فترة الانعزال مثل ما ذكرت، والاختفاء أيضا عن البشر، وقالت أيضا ورمزت للمشاكل اللي بتواجه الإنسان أو الصراعات اللي ممكن يفكر فيها بالأغصان الموجودة في الرأس اللي حاولت أنها تجسدها الفنانة في هذه اللوحة. حقيقي بيان مبدعة، أبدعت في تجسيد هذه المشاعر كلها في لوحة واحدة. أكيد نوجه لك شكر وفلسفة أيضا عميقة جدا في هذا العمل. شكرا للفنانة التشكيلية بيان، وأزيد وأذكركم مشاهدينا الدعوة مفتوحة للجميع، كل عليكم تتواصلوا معنا عبر انستغرام البرنامج، وبعدها أكيد راح يتم التواصل مع فريق الإعداد، راح يتواصل معاكم بإذن الله وتكون لوحاتكم معنا في البرنامج. ونروح لعالم